السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة. في فيديو اليوم نتكلم على تجميعات أوراس الاقتصادية المتوفرة حاليا، والذي يأتي معها باك CS5 الذي يحتوي على كيبورد وماوس وحتى الماوس باد وهيدسيت. هناك ثلاث تجميعات راح نتكلموا عليهم اليوم، تجميعتين تأتي مع معالج الذي يحتوي على كارت شاشة داخلي، والتجميع الثالثة تأتي مع معالج وكارت شاشة خارج. بالنسبة للفيديو تاع اليوم راح نتكلموا على القطع التي تأتي فيها التجميعات، وممكن بعض التجميعات راح أنصح بها وممكن بعض التجميعات لا أنصح بها. وهذا الفيديو عملته لأن الكثير من الناس طلبوا مني تجميعات اقتصادية، وفي الوقت الحالي لا يوجد تقريبا تجميعات اقتصادية بسعر مناسب إلا عند أوراس جيمنج، وهذا الفيديو ليس له علاقة بإشهار لتجميعات أوراس جيمنج. وكما تعلمون أن أسعار قطع البي سي سعرها راه مرتفع، وإذا أردت جمع تجميعة لوحدك من هذه التجميعات ممكن راح تكون بسعر مرتفع عن هذا. هذه التجميعات ممكن تجدوها عن محل لي سي بي بليس بنفس السعر عن أوراس جيمنج، وعندهم التوصيل متوفر لجميع الولايات، وبالنسبة لطريقة الدفع حتى يصلك المنتج. التجميع الأولى اللي راح نبدأ بها هي تجميع مينوتول 24 جي التي تأتي بسعر 69900 دينار، والتي تأتي مع المعالج ريزن 5 2400 جي الذي يحتوي على 4 أنوية و8 مسارات، ويأتي مع كارت شاشة داخلي الفيجا 11. ممكن هذا المعالج يقدم لكم نفس أداء المعالج ريزن 3 4300 جي اي في الألعاب، لكن في كسر السرعة المعالج ريزن 3 4300 جي اي أحسن من هذا المعالج بكثير، وحسب رأيي أنا أنصح بالمعالج ريزن 3 4300 جي اي ولا أنصح بهذا المعالج، لأن المعالج ريزن 3 4300 جي اي يدعم رامات بتردد كبير، وحتى في كسر السرعة أحسن من هذا المعالج، ممكن يروح إلى سرعات كبيرة وحتى في المعمارية. ممكن تريد تطوير التجميع في المستقبل، لما تريد بيع هذا المعالج لا تستطيع بيعه لأن المعالج قديم ويأتي بمعمارية قديمة، ممكن لا أحد راح يشتري عليك هذا المعالج، برغم أن أداءه ليس سيء جدا، يقدم تقريبا نفس أداء المعالج ريزن 3 3200 جي، لكني أنا دائما أنصحكم وأفضل المعالجات الحديثة إذا كانوا بنفس السعر مع المعالجات القديمة. وبالنسبة للوحة الأم تأتي مع الأمس آير آر 320 أم أبرو، بالنسبة لهذه اللوحة الأم لا تقبل كسر السرعة، وبالنسبة حتى المعالج هذا لما تكسر سرعته ما راح تستفيد من أداء كبير جدا، معناه حتى ولا تكسر السرعة ما راحش تروح الى اداء احسن بكثير، راح تستفيد من بعض الفريمات 3 فريمات او حتى اقصى 5 فريمات مع هذا المعالج، وخصوصا مع لوحة الام البي 450، وحتى في التطوير ما راح تستفيد من هذه لوحة الام. وبالنسبة للرام اداطات 8 جيجا بسرعة 2666 ميجا هرتز، و SSD 120 جيجا. وبالنسبة للكيس مينوتور RGB باربع مراوح صغير مايكرو ATX، وبالنسبة للRGB تلك المراوح لا تستطيع التحكم فيها، اذا وقفت الRGB راح توقف معه المراوح. وتأتي هذه التجميعة مثل ما قلت لكم مع CS5 Gaming Combo. وبالنسبة للباور سبلاي 450 واط من أوراس جيمنج، وبالنسبة لهذه الباور سبلاي ما راحش نقول لكم سيئة وما راحش نقول لكم جيدة، بالنسبة لهذه الباور سبلاي جربتها معكم في أحد الفيديوهات ومازال راهي تشتغل لحد الآن عند صاحب الباور سبلاي، لكن الشيء الغير جيد في هذه الباور سبلاي مثل ما قلت لكم هي صوت المروحة اللي فيها، وممكن هذه الباور سبلاي تشغل مع كارت شاشة مثل RX570 أو GTX 1650. وكخلاصة لهذه التجميع أنا لا أنصح بهذه التجميع، وأنصح بالتجميع التي تأتي مع المعالج ريزن 3 4300 جي اي. وبالنسبة للتجميع الثانية وهي التجميع مينوتور R465 جي، والتي تأتي بسعر 82900 دينار، التي تحتوي على المعالج ريزن 5 برو 4650 جي الذي يحتوي على 6 أنوية و12 مسار، ويأتي مع كارت شاشة داخلي الفيجا 7 بتردد 1900 ميجا هرتز. بالنسبة لهذا المعالج عملت عليه كثير من الفيديوهات، وهذا المعالج حسب رأيي أحسن معالج سعرا مقابل أداء، لأنه يحتوي على 6 أنوية و12 مسار، ممكن راح يساعدك هذا المعالج في الكثير من البرامج اللي تطلب للمعالج، وحتى هذا المعالج يدعم كسر السرعة بشكل رهيب. وبالنسبة لهذا المعالج من ناحية كسر السرعة والمعمارية يتفوق على المعالج ريزن 5 3400 جي. بالنسبة للناس اللي تقولي لماذا تتكلم على المعمارية، المعمارية هي اللي راح تساعد في انخفاض درجة الحرارة، كلما كانت معمارية المعالج جيدة كانت درجة حرارة المعالج أقل، لأن معالجات AMD ريزن في البداية كانت درجة حرارتها مرتفعة جدا، كلما زادت AMD من تحسين في المعمارية كانت درجة حرارة أقل.
بالنسبة للوحة الأم التي تأتي مع هذه التجميعة هي أمس آي البي 450 أم أبرو ماكس، وأظن هذه لوحة الأم جيدة، وحتى من ناحية كسر السرعة مع هذا المعالج جربتها كان أداءها جيد هذه لوحة الأم. وبالنسبة للرامات جاءت برام XPG 8 جيجا هانتر 3200 ميجا هرتز، وهذا شيء جيد، ممكن هذه الرامات راح تكسرها السرعة حتى 3600 ميجا هرتز وبدون تغيير في الفولت أو تغيير في الليتنسي. وتأتي أيضا ب SSD 120 جيجا، وهذا شيء جيد وممكن تطورها في المستقبل، راح تضيف HDD مع هذه التجميعة. وبالنسبة للكيس هو نفسه السابق مينوتور الذي يأتي بأربع مراوح RGB مايكرو ATX، وتأتي أيضا هذه التجميعة مع الكومبو الخاص بأورس CS5. وبالنسبة للباور سبلاي 450 واط من أورس جيمينج، حسب رأيي الشيء الغير جيد في هذه التجميعة هو الكيس اللي عمله كيس ATX وليس مايكرو ATX اللي كان جيدة، لكن أحسن من ميودا أولوك كيس مغلق كليا. أظن هذه التجميعة مع هذا الكومبو جيدة مقابل السعر تاعها في وقت الحالي، وممكن نطورها في المستقبل. والشيء الوحيد اللي راح تعمله في البداية تضيف بطاقة رام مع HDD لتنصيب الألعاب. والآن نروح إلى التجميع الثالثة والأخيرة والتي تدعى مينوتور الآي 64F، وهذه التجميع تسمى دائما حسب المعالج، والتي تأتي بسعر 124900 دينار، واللي هي 12,490. تأتي هذه التجميع مع معالج من أنتل i5-9400F الذي يحتوي على 6 أنوية و 6 مسارات بسرعة 2.9 جيجاهرتز وتسارع حتى 4.1 جيجاهرتز، وأظن هذا المعالج جيد. وبالنسبة للوحة الأم تأتي بلوحة أم من جيجا بايت البي 365 أم آر. بالنسبة لهذه لوحة الأم مع المعالج اللي يقبلان كسر سرعة، وأظن أنهم متوافقان، وتأتي مع رام أداطات 8 جيجا دي 30 بسرعة 3000 ميجا هرتز، وأظن أنها جيدة مع هذا المعالج، وأن معالجات أنتل ما تطلبش رامات بتردد كبير. وتأتي مع SSD أداطة 240 جيجا، وهذا شيء جيد أيضا أحسن من SSD تاع 120 جيجا، ممكن راح تضيف عليها انت مباشره HDD هذه التجميعه. بالنسبه لكارت شاشه تاتي مع كارت شاشه باليت GTX 1650 GP 4 جيجا، واظن انها جيده مع هذه التجميعه. بالنسبه لكارت شاشه GTX 1650 سيبا احسن منها، لكن في الوقت الحالي اسعار كروت شاشه راه مرتفع جدا، ممكن كارت شاشه هذه راح تقدم لك اداء جيد مع المعالج هذا، وراح تستطيع تشغيل جميع الالعاب على 1080p بفريمات جيده. وشيء جيد ممكن تشغل هذه التجميعه مع بطاقه رام 1.8 جيجا اللي واضعينها، وما راحش تضطر الى اضافه رام مباشره، ممكن مع الوقت للتطوير راح تضيف بطاقه رام لتحسين الاداء. وبالنسبة للكيس هو نفسه مينوتور الذي يأتي بأربع مراوح RGB مع الكومبو CS5 اللي تكلمنا عليه، والباور سبلاي هي نفسها 450 واط من أورس. ممكن الناس اللي راح تروح تشتري تجميعة مع المعالج فقط بسعر تقريبا 100,000 دينار اللي هي 10 ملايين تاعنا، أنصح أنا بهذه التجميعة التي تأتي مع كارت شاشة خارجي ومع معالج مثل هذا i5-9400F، جيدة سعرا مقابل أداء مع الكومبو هذا. مثل ما قلت لكم العيب الوحيد في هذه التجميعات هو الكيس والباور سبلاي، لكن بالنسبة للباور سبلاي ما راح تحدث لك حتى مشكل. الشيء الوحيد فيها قلت لكم صوت المراوح، وحتى الكيس مثل ما قلت لكم لا تستطيع التحكم في الـ RGB، وأيضا كابل مانجمنت في هذا الكيس غير جيد، وتدعم واحد SSD وواحد HDD فقط في هذه الكيسات. وأظن أن هذا ليس عيب كبير في هذه التجميعات، وخصوصا في الوقت الحالي وفي ظل غلاء قطاع PC. بالنسبة للتجميعات الثلاث هذه، أنا أنصح بالتجميعة الثانية والتجميعة الثالثة فقط، ولا أنصح بالتجميعة الأولى. قلت لكم التجميعة الأولى إذا كان فيها المعالج ريزن 3 3600 جي إي أنصح بها، لكن إذا بالمعالج ريزن 5 2400 جي لا أنصح بها بهذا السعر. لو شاهدوا التجميعة الثانية المعالج فقط لوحده ممكن راح تشتريه ب 42,000 دينار، راح يدير من 40,000 دينار حتى 42,000 دينار، تقريبا نفس سعر التجميعة هذه المعالج لوحده. ولوحة الأم ممكن تصل سعرها من 18,000 دينار حتى 20,000 دينار، معناه بسعر هذه التجميعة ممكن راح تشتري أنت لوحدك فقط المعالج ولوحة الأم والرامات والاس اس دي والباور سبلاي.
معنا في هذه التجميعة راح تستفيد من الكيس والكومبو هذا. نوقع لكم دائما لما تريد شراء تجميعة أو شراء قطع بي سي راح تنظر إلى الأداء والسعر، لا تقارن الأداء فقط وتقول لي هذه القطعة غير جيدة. إذا كانت قطعة أداءها متوسط وبسعر جيد ممكن أنصح بها. وهذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ولو معلومه صغيره. واذا كان عندكم اي سؤال ممكن تحطوا لي كومونتير اسفل هذا الفيديو. لا شكرا الفيديو، ما تنسوش تبارطاجوا مع الاصدقاء تاعكم، لايك كومونتير، ابونوا قناه لا مكتوش ابوني، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده حطوها لدعمنا في القناه. فضلا دائما منكم هذا وليس امرا. نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.